كلنا يسوق مقامية وسارة أرمها دبي دي إسكاش عالمية يورك صحفيين تصومالي لان السولجا يا كقب صومي هو تلامباس توري مقالة هرقيسة وحانا كسوق بقليم السويين تو قصر سرئيسة وزارة هزي وحانا سير اسميها كلنا كود دافري وزيرك وزارة أرمها دبي دي إسكاش عالمية دكتور سعد علي الجيري حق السياسة صحيفة دلفتي قدو حكولة دي دور وين بيكولة دي وحلا لدولة دو حكا كوابانتاي سد احتير سد عادية واتيركي شرع سامينتا يوتيرك فولينتا يوتيرك شرعية تيرك افراد صورة سياسة ساحة سياسة دي وحوي وميديا وصحافة هي صورة صحافة دو وحي مسؤول كتحي إلي مسؤولين تكو إلاليسو حلكول يدو كو وكيلة شعبك طبعا حلكا لفتك سوحو لي منايا مسؤوليات ومركز حلكا قدان يسو طبعا وين الحق دورتو عدة كلانا حق إذا صحافة دو سي حلكا دو قدتو سياسة وين مدح بناناتو ومدح بناني وين ويالتو عبيرات دي فكر كيدي كونستوشن كينا يكو قران تهي يعني حرو تهي مغفك موادن كينو ليه حق وكو عبيرو فكر كيس لكن حقا لفتي جيسان شايها قدرتو مد ماها مطلقا ماها مدان حد لهين ماها ومد حد لي الرماها دي بدي شغادة وين وزارة دواي حيصو الرماها دبدي وحوية سيدي او سمين لهايد حريد دو هاي عالم كنتي سكره وصا يولي يلان لهايد مركا وحريرين شغادة وين وحريرين ساد صاحب ويلان لهايد قرب ادو هيري لهايد قد يدى دلو فهمي لها لغولة قادن لها لغو تاقير لها وي هورتين shaqada ugu horeysay ay leedahay wasaaradda sidoo kale waxa ayaguna hadallada iska daba maray mas'uuliyiinta ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soldier sida gudoomiyaha ururkaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ahayd runtii aan dareenka ah sidii loo wada shaqeyn lahaa in la isugu yimaado oo talal iska weydiiyo in wax halka lahayo imikaan u taaganahay iyo mustaqbalka halkii loo socon lahaa runtii saxafada Soomaaliland waxa uu soo dhawaaqay muddo Soomaaliland jirtay in kaalin muhiim ah ka qaadato واجبات كالدستور قاعه يسارا والدستور في جديد يرنت إنه قارن كان وقاعد ذلك تسيوفا إن الدفاع ذو إن هارو مركيسة كشغيسو إن مدوين كاسي مراحل كالدوان بيسعافة سومان لا سومرتي تران تروين بضن يكا عاكوف بسومرتي فلله الحمد هذا ما أنت واحد مرسا هلك أقوى ناكسينيد وحانا قارن كوقاعد ذلك تارنت إن دور يكالن أن الإله كرين وأن عدنا إن إسكين دتير كرين صحافة سومالان واي بضتي هدين غطة تلفزيونو هدين غطة ورقيسي يا هدين غطة ورباهين تكلي سوشيال ميديا هبا ان روتينا واحد معلو وربكو فوقيهين سيدي اي ان مدو دو قاعد يقل هاين وقارسي لهاين ورا الهوفن برنامج تريالة وكاقايم غاتو هرو مركوذ وقدمبين تينا واحد هذا الله اسكاد دباقاتي اقا سيماها قودة وسارة داريمها الدبدة عبد الناصر احمد حرسي اي وزير كوحيقينك وسارة داريمها الدبدة اسكاشك عالمي ليبان يوسف عثمان تي شركني أهميه وين أيوة وزارة داريمة دبتو يسكاشك عالمي غاو غفاديا إنو سيدا آت كاركتان مان تايد كلا سواقب قلن دمان وزارة مدح دي إيو أغاسم واحد دي إيو الشغالي كلا وزارة دبا وحا هالكا كارك كارتان أهميه دا أنو أحا إنو صحافة دا مدح بنان كاول كشابو دك سومالي لان رونتي وزارة داريمة دبتو هاوشا أيوة هايسو قرنكا أو هاول بلاران أو أيكو متشا دمان hay'adaha dawladda iyo dhamaan qaranka ay ku metesho oo ah sida aynu Soomaaliland uga ibgeyn lahayn dunyada sida aynu magaceena aynu gaarsiin lahayn iyo farinta aynu dunida u dirayna aynu gaarsiin lahayn sida aynu xiriirdo u abuuran lahayn sidii wax qabadka wanaagsan iyo hawlaha wanaagsan ee inoo qabsomay 72 sano ee aynu dawladda ahayn aynu dunida u gaarsiin lahayn farintaas ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ay horta ay qaabilsan tahay balasha ay wasaaradda arrimaha dibadda ku duuleyso loona baahan yahay in aynu si wada jir ah u hawlgalnaa waxa ka mid ah saxaafadda madax bannaan ay u haysta qaranka ee wuxuu ahaay ahmiyadda inta leeg leh kuma filla shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta agaasimaha iyo aniga iyo wasiirku kuma filin shaqada inaanu ka soo baxno kaliya
وسببته كنتي إنه صحافة رنتي وكالين وين أرين تأكله ثلا ده وحكسينه إنه هرب رنتي أي ودع دابه هيد إنه مر هرب لو نابه هيد صحافة ده وحكله ورهذا بلش ده وحكله إنجيوز كا وحكله شامع ده وحكله مواطنين تورن با وحكله shaqada arimaha dibadda hadii aan qaranka oo dhan iska kaashanin waxay noqonaysaa uun arin siyaasi uun bay noqonaysaa marka waa ahamiyadda iyo ujeedada aynu u sameeyney shirkan iyo shirar kale oo muxuu ahaa joogta ah oo insha Allah ta'ala yeelan doono ahmed daahir nuux nasabka tv ga badda 24 tv hargeysa